أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يستدل بعضهم بالحديث الصحيح الذي فيه إن هذا البلد سوء، فذهب إلى بلدة أخرى فيها يطاع الله، على جواز الخروج مع جماعة التبليغ، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ ما شاء الله. ومن حين الأعمى يتخمط لأنه يلقى شيء يقضبه، وش يجيب هذا الجماعة التبليغ؟ هذا من الهجرة، من الهجرة، هذا سفر هجرة يا أخي، ما هو بسفر تبليغ، هذا سفر هجرة، هو مهاجر، خرج مهاجرا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.